فيصل صباح الخير. صباح الخير عليكم. تبارك الله عليكم. عرفتي كتعجبني هاد الانرجي اللي كاينه في الصباح هنا. كانت ماشي غير كتفيق كتنعش. الحمد لله. كومون سافا صاحبي؟ الحمد لله تري بيان تري بيان الحمد لله. اخر اصدار فيليستاسيون برافو. ميرسي بوكو ميرسي ميرسي ميرسي. غادي نسمعوا لها من دابا شويه وحصريا الصباح على شارع الفهم. اول مره اول مره حصريا غدوز خارجه جديده سور دي بلاتفورم انغامي انغامي ومهم كلهم من غير سبوتيفاي, من غير سبوتيفاي. حتى اليوم بالليل, اليوم بالليل. Yes. داكور اي لو كليب اليوم بالليل مع 6 لا مع مع العشرة هكا مع العشرة ديال الليل. انت ليلي يا خويا. انا ليلي. كيف ما انا علاش كتكلم الاغنية؟ كتكلم على كيف ما انا كيف ما انت. هذا الموضوع اللي معروف بزاف, هو كل واحد انه خصو يكون هو هو نفسه بلا ما يحاول انه يبدل راسه على ود شي حد اخر ولا على ود شي هدف معين. اذا كان شي حد غادي يبغيك ولا غادي يتقبلك خصو يتقبلك كيف ما انت. فوالا بكل بساطه هذا هو اللي كاين. تو سامبلومون اغنيه زوينه. كلماتك؟ كلماتي انا وايوب توت اللي معروف بنيزك. سيتي اون كولابوراسيون 100% لا من ناحيه التلحين ولا ناحيه الكلمات. دوك ريحتوا لي على الارض. جات عطيتي داك النوع الاغاني اللي كيجيو بحال هكا بالزربه, ماشي داك اللي كيبقى كتخدم عليهم عناين وداك الشيء. هذه تصايبات يمكن في ربع ساعه. فوالا كاريمون. داكور اوكي. دونك ريحتوا بديتوا الكتابه بديتوا خدامين شنو؟ فوالا انسبيراسيون كوم سا. انسبيراسيون كوم سا. وكنت متفاجئ بزاف من حيت بعض المرات ملي كتكون كتبغي تدوي على دي سوجي ما كتعرفش واش كلشي كيهتم بداك الشيء. تفاجات بان ايوب انا كنقول الجمله هو كيكملها في فهمتي كيكملها في الكتابه حتى زعما حتى ناحية الكتابية. وسورتو هو عنده لا سونسيبيليتي لا ميوزيك اوربان اللي انا نقدر نكون فهمتي ماشي كبرت عليها, وانما المهم ردني شويه لو ستيل اللي هو كاين اليوم باش نبقى شويه مسير الوقت. داكور فسا تري بيان مارشي اننا نكولابوريو بجوج. دي درتك زوينين اصاحبي. شكرا بزاف. ميرسي ميرسي. هذه هي ديال انا نفهم انا نبرقم هو يفهم. هي اللي وقعت معاه. هي اللي وقعت معاه. هي اللي وقعت معاه. فرونشمون تري بو ترافاي. اللي بغني يبغني كيف ما انا. ياس. كيف منا كيف منا كيف منا كيف منا بالتأكيد. برافو فيصل. نون التوكيد. تري تري بيان شونسون الصراحة. إي مزيان. هادشي هو باش كنطالبو دائما سيبغيني كيف ما أنا تو سامبلومون. كنعرفوا بأن بزاف الناس كيحاولوا بزاف ما و اغلبيه الناس عندهم واحد شويه ديال نقص في الثقه في النفس. ضروري اي واحد عنده واحد شويه دونك في علاقه او لا في انترفيو ديال الخدمه ولا اي كتحاول ما يمكن انك تبدل من 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 شكون انت باش انك تخلي الواحد يقتنع بيك وداك الشيء. ودائما الريزلت كيكون خايب دائما لا في العلاقات لا في الخدمه لا في حتى شي حاجه. دونك اللي غيبغيك واللي باغي كل شي حاجه ولا اللي باغيك معاه ولا يبغي كيف ما انت ياخذك بكل شيء ديالك بالاغلاط ديالك بلي ديفو هذا وداك الساعه تلقاو واحد لا زون بيناتكم. كتاخذ باكيج الباكيج كله اللي بغاك يبغي كيما انت. ماشي تاخذني كيف ما انا في الاول وتبدا من بعد. ماشي تبغي لا فيرسيون اللي بغيتي تشوف انت ولا اللي بغاك يبغي كيما انت. وي وي اشرف خلا طوطو ديني باك انا ما كنتباعش ديطاي. فوالا يو يو صافي بليزير بان كاين ارتيست واحد اخر كنقولوا نفس الهضره. وي فيصل عزيز جوستومون غادي نتكلموا معك هذا الصباح وسي على طرحنا السؤال على مستمعات ومستمعين اش من نوع ديال الاعلام بغاو, لانه فاش طلقنا بطريقه الحال بونطالون ديال ساعدكم طلعت شي شويه ديال البلبله. وي واللي غادي تكون هي اول حلقه والضيف ديالنا غادي يكون الليله وسي فيصل عزيزي اللي غادي نتكلموا معاه بزاف ديال الحوايج. فيصل عزيزي جوستومون عطيني واحد الترانزيسيون زوينه قبيله قلت انه الانسان ملي كيجي للاعلام كيعطي داك الشيء اللي انت بغيتي تشوف ما كيعطيكش نفسه هو. علاش كتبرز علاش ما عندناش هذه الثقافه ديال الحوارات كنشوفوا في دول اخرى مثلا في مصر في فرنسا كيجي الانسان كيهضر وكيعطي الراي ديالو بكل صراحه. واحد الحاجه ما عجبانيش كنقولها واحد الحاجه فيا كنقولها والانسان كيتحمل المسؤوليه ديال الهضره ديالو. علاش حنايا في المغرب سبحان الله العظيم دائما ملي كنمشيو للمنابر الاعلاميه كنبغيو نعطيو واحد الصوره اللي هي مخالفه بتاتا. كاينه دائما فملي كتفرج في انترفيو ولا في شي حاجه كيبان لك بان الانفيتي مزير لان كيحاول ما امكن ان هذاك لو مود دو في ديالو ما يكونش باين في هذا ما يكونش باين في الراديو ولا في التلفازه الى اخره. وانا كنظن هذه القضيه هذه ستوبيد لواحد الدرجه قصوى لان قد انت كتمثل وكتغني وكتعطي بزاف ديال لي فورم ارتستيك وكون انت هو انت في الوقت اللي يكون الكاميرا يعني شعله باش نسولوك على شكون انت الى اخره. وبزاف ديال الخطوط الحمراء
فبزاف بنادم كيهضر وكيحضر عندي نقول شي حاجه ماشي هذيك عندي ما هضر عبر لان اذا ما عبرتيش ما نعرفكش شكون انت وما نعرفكش اش كتسوى وشنو كيدور لك في راسك وكيفاش توصلتي لهذا الشيء في حياتك. مزيان انا نقول كل شيء اوسي اعلاميا كنظن بون يمكن على الاقل كون صريح مثلا الخصوصيات ديالك الدخلانيه يمكن لك تخليها لراسك اما مثلا غير تكون سبونطاني وانك انك تعطي الراي ديالك بارابور لي شوز هذا واجب بالنسبه للارتيست. هنا فين كيبان الفرق ما بين فنان وفنانه ولا ما بين سياسي وسياسي وما بين رياضي ورياضي اللي كيستعمل هذيك لغات الخشب راه ما كيدوش عند عباد الله ولا ما كيتصرش لهم ولا دائما ملي كيوليو كيسمعوا انه ضيف شي بلاصه ما كيتبعوش ولكن ملي كيكون انسان صريح ملي كتسمع انه ضيف شي بلاصه بقى كتمشي انت الاولاني كتقول شنو غادي يقول عاوتاني اكزاكتو وهذا انا كنظن انا الاعلام اليوم تطور ودايا قلتها في سميتو الاعلام كيتطور وحتى حنا خصنا نتطوروا معاه. اشرف قال قبيله واحد الكلمه اللي زعما متفقش معاه فيها قال لك انه عندنا الاعلام اللي نستاهلو عنده الحق بواحد النسبه كبيره لان عاوتاني اذا درنا جس النبض ديال المجتمع ديالنا فكنموتوا على شنو توسكي شوها توسكي هذا داكشي ديال الثقافه ديال كنتشفى سي دوماج كاينه انكولكي في الثقافه ديالنا وكنظن ماشي غير في الثقافه ديالنا فكحتى بزاف ديال البلايص في العالم وكنظن بان مالوغ ما خصش الصحافه تقتات من هذا من هذه القضيه هذه ديال شي حاجه اللي فيها شي حاجه خايبه ونبقى نتفرج فيها بحال الله يستر كسيده ومنادم داير عليها هذه عنده الحق فيها. لالا نزهه كلامك هو الكبير دويتي على على الاذاعه وعلى التلفازه الحمد لله على نعمه الله هكا داكشي كيتفلتر وي اجي نشوفوا في الانترنت اجي نشوفوا فين كاين الادسنس اجي نشوفوا شوف ملي كنشوف واحد الفيديو فيه فضيحه قتل ضربه اغتصابه وكنلقاو فيه ولا روتيني اليومي وما جا وراهما 10 مليون 20 مليون كنلقاو 20 مليون 30 مليون هذوك 20 مليون 30 مليون ديال لي فيو راه ماشي هما انا راه 20 مليون 30 مليون ديال لي فيو سي دونجورو سي دونجورو داكشي بقى ينتشر الناس اللي تفرجت فيه سينون كون ما كانتش الناس كتستهلكو هذاك السيد غيسد هذيك لاشين ولا غيبدل المحتوى ديالو تو سامبلومون. ولكن دائما كتبقى فينا حنا هذيك القضيه ديال انه الفضول كتبغي تعرف شنو واقع ملي كتشوف مثلا عطيت ديكزومبل كتقرا فضيحه رشيد الادريسي تمشي تكليكي فيصل عزيزي يعلن على مثليته مثلا مثلا بلا ما نمشيو بعيد معنا واحد السيد هذا الصباح بغيت تهضر معاك فيصل عزيزي كيفاش نخليك انت سداتي صباح الخير صباح النور راشي الكتكوته ديال 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 الفن المغربي كومون تي فا الحمد لله كي دايره دبي الحمد لله صافا كتكلم عليك وكتقول لك انت تسمع علينا شويه ان شاء الله بحول الله قريبا هنت سداتي انا فرحان بزاف انك اتصلتي وانا فرحان بزاف انني في اول تواصل ديالي معك يكون عند رشيد وبغيت نقول لك بانني امنت بك من النهار الاول اللي اكتشفتك وانت غتكوني ذا نيكست موروكان سوبر ستار لانك موهوبه جميله افكارك زوينين كرياتيف وكنتمنى لك بزاف 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 النجاح وواحد القضيه ما عندهاش مع الصداع كتمشي مع الحيطيه كتمشي مع جنب الحيط وسط منو كاع هند سداسي لا لا رائعه من ما كاينش معاه من لا شونسون اللي كانت خرجت كو جي ادوري دايوغ كتبت ليها ميساج في ذاك الوقيته انا دخلت وكتبت لها ميساج باش نهني على الاغنيه والاغنيه طبعا كنت متوقع ان توتا غادي دير هذاك البوم اللي تستاهل وهي دابا دارت وانا فرحان لها بزاف 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 ميرسي بوكو فيصل فيليسيتاسيون مبروك عليك اغنيه غزاله 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 بزاف بارك الله فيك ميرسي بوكو انا بحال الناس باش نتفرج فيه ما بقى والو نسمع الصوت ديال صحابي توحشكم بزاف وينو تحنا توحشناك ميرسي اهلا مبروك ميرسي بوكو ميرسي ا توا هند سداسي ونهاركم مبروك بون جورني اي فرانشمون هند فيليسيتاسيون فري عرفتي ماشي درتو بوم انت والرفاعي بزاف الحمد لله واش انا عندي منك جوج وحنا يا فينا منو خروج هي ما غاديش نخليوك ولكن مجبرين انا نخليوك اللحظه هند سداسي ميرسي بوكو على الاتصال ديالك يلا بونجور تهلا ليا فراسك بونجور ميرسي هند ميرسي بوكو سلامة فيصل عزيزي شنو الاعلام اللي كتابع انت شنو فاش كتفرج انا كنتفرج بزاف الاعلام اللي كاين على انترنت كيف كيف كي
كاع الناس ولكن دابا حتى المهم باش بديتي كتفلتري ولا لا ولكن كنتفرج ديال المغرب بزاف ماشي حيت زعما ترفعا ولا شي حاجه ولكن ما عرفتش كتستافد حاجه اخرى كنستافد من حاجه اخرى ولكن في نفس الوقت كنمشي لداكشي اللي كيهم الخدمه ديالي موسيقي فني سينما وي مي في المنابر دابا فيما كنلقى شي منبر انترنت كنحاول ما يمكن ايفيتي لان بزاف ديال الفيك نيوز اكتشفنا في الاخر بان ما كاينش حتى لا فيريفيكاسيون ديال لانفورماسيون حتى كتلقاها خارجه اي سي تري سي هايبر غراف و فما بقيتش عارف كاين بعض منابر انترنت اللي هي تحسنات بزاف واللي منهم قبلت انني ندير انترفيو معاهم هاد الايام على ود الاغنيه ما كاينين بزاف اللي جليزي ايكارتي كومبليتوم كنسمع بالسميه ديالهم ما كنقربش ليهم داكوغ و فوالا مي الاعلام حنا محتاجين اننا ننقيوه خصو يتغسل مزيان بغيت نقول لك بان صافي بليزير هذا الميساج اللي سمعت دابا كو الناس في لا فورم راديو مازالين عندهم هذا لاطاشمون يعني قادر تقنع الناس في هذا الوقت ديال الانترنت تقنعوا كلكم بيان سور الناس في الوقت اللي فهمتي انترنت كلا كل شيء ومازال الناس متبعينكم يعني فريمون يا اون فورس انكرويابل عندكم برافو عليكم هذا النوع ديال الاعلام اللي كنبغيه هذا النوع ديال الاعلام اللي كنبغيه ديرني ميساج على الواتساب قبل ما نمشيو للبلان تيست واحد الفقره اللي غادي نخليو فيها مول الصوت مع فيصل عزيزي ما تقصحش معاه بزاف سمعوا الميساج تما كنت كنتمنى نتلاقى معاك ندير معاك شي حاجه كود اليامات كود اليامات انا مول الصوت ما يدفين البلان تيست رفقات مول الصوت تفضل نعمل بلان تيست يا وعدي شو بلان ولا ماشي بلان يا وعدي الو البلان تيست تري سامبل سي بلان ماشي بلان فوالا انا كنحطك في ربعه ديال لي سيتوياسيون انت كتقول لي عليهم بلان ماشي بلان وعلاش اون ديفلوبي فوالا هربي واحد النهار كنتي كتقلب على شي كارت فيزيت ديال شي مونتيج في مستعمرك بغيتي تقترح عليه شي مشروع فني مثلا ولا شي حاجه واحد شويه مشات تلقى لا كارت فيزيت ديال سكويد جيم بلان مو بلانش سكويد جيم اللي هي لا سيري لا بلو ريغاردي سور نتفليكس واش نلعب ولا لا الى لقيتي لا كارت فيزيت ميرسي سبويليتيني يا مول الصوت شكرا على السبويل زعما كان صحابي هذا تلعب ولا ما تلعبش ولكن ما سبويليت والو ما قلتش القصه شنو تشارك سكويد جيم انت اللي باقي ما تفرجتيش دابا لا تفرجت شداتك لا سيري عجبتك عجبتني انا ما عجبتني واش استدير اذا شفت الانفيتيشن واش نمشي ولا ما نمشيش واش نتسنى داك الفاني دوز موراي ولا ما كنظنش داكوغ اوكي دونك ما تلعبش تري بيان ما بلانش نفترضوا انك مشيتي اها متا نفترضوا انك مشيتي مزيان على ديك هاد لا شونسون اللي غنيتي كتقال في واحد لو جو اللي سميتو ان دو تخوا سولي بديتي لعب ان دو تخوا سولي كتجري دارت لك ديك خيتي وانت توقف جمد واحد شويه ديك العطسه بلان ما بلان الله يرحمني شنو غدير الله يرحمني نقدر نحبسها ولكن اذا كانت الحساسيه ما نقدش مع تما بان لي الغبره كاينه كثيره صافي الله يرحمني مشيت تعطس ولا تموت بجوج البلان الاخر الا لقيتي راسك واحد النهار عندك بوفوار باش توقف الوقت وتبقى عايش في لو مومون تي بلان ما بلانش بالنسبه لك لا خلي الوقت دايز كيف ما هو لا ما سي فري ما بغيتيش توقف الوقت وبدات ترقل فيه شي حوايج بدات تبدل شي حوايج ما كاين حتى شي ريغريت حتى على شي حاجه ايماجين راه سان تروك دو فو تيلمون كيبانوا لي بزاف الناس كي ريغريتيو الماضي ديالهم ولا شي قرار داروا ولا غلط كاع داروا انا ندمتي في حياتك على شي حاجه حيت اي غلط اي حاجه راه كتعلم منها في الاخر حتى لو فد ندم عليها ودوز حاجه اخرى راك ابرونتيساج حتى هي مزيانه سي فري كاينش هاد القضيه ديال طاج الوحش راه الوحش جا واحد سبونسور كبير عطاك واحد المبلغ مالي كبير تقسم معنا ولا ما تقسمش معنا تعقل علينا اللي ممكن يغير لك حياتك كامله طلب منك دير ان بلاسمون دو برودوي في اغنيه ديالاش بشرط في اغنيه ديالك بشرط هاد الاغنيه غتكون اون فيتشرينغ مع فاتي جمال بلان ما بلانش وان الى عجبك خدي بلان ما بلانش
لا بلان 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 بيان سور بيان سور في فيوتشرينغ ديالي انا وفاتي جمال اذا الدار دير غتقلب العالم بلا سبونسور اصلا دغنينا انا وياه واقيلا سبونسور ويجي دونك شنو اون لونس لابيل فاتي جمال اصباح ان ديو مع فيصل مع فيصل العزيزي يلا نديرو ديو نكونو ان بو بلوس اذكياء جو بونس ياك فيصل فيصل ميرسي بوكو انا كنت معنا الصباح مرحبا